قصدي للستار على أهاج 2023 الذي شارك به ما لا يقل إذن عن 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات الصحية التي تؤثر على القارة الإفريقية. وخلال إذن 3 أيام تبادل المشاركون الحلول وأفضل الممارسات والتوصيات والخطوات التالية لتعزيز النظم الصحية في إفريقيا. ما هي هذه الخطوات التي إذن نذكر منها تمتلك إفريقيا القدرة على تطوير إذن حلولها الخاصة بالنسبة إذن للتحديات الصحية والمناخية التي تؤثر على القارة؟ اليوم نحن بحاجة إلى اعتماد منهج الصحة الواحدة ونهارت لمعالجة التحديات الصحية المشتركة بأكثر أو بشكل أكثر شمولية. يجب على البلدان الأفريقية أن تتجاوز بناء القدرات نحو الاحتفاظ بالقدرات من أجل منع هجرة الأذرع، وهذه نقطة مهمة جدا بالنسبة للقارة الأفريقية. كما يجب أن نضمن المساواة في المناهج الصحية، يعني إذن equity, health equity. ثم سوف نحتاج إذن إلى بناء شراكات مع أصحاب المصلحة على جميع المستويات بما في ذلك إذن المجتمع المدني والمجتمعات إذن والمؤسسات المالية والتقنية، وهي نقطة أخرى مهمة. خلال هذا المؤتمر من بين النقاط الأخرى أننا سوف نحتاج إلى إشراك القطاع الخاص في إنشاء الأطر والسياسات وآليات الاستجابة قبل أن تبدأ الأوبئة وليس مع بداية الأوبئة. كما يجب أن نفكر في بناء البنى التحتية التي يمكن أن تساهم في أنظمة الإنذار المبكر، وهذا إذن يقينا من مخاطر تحدث إذن أو قد تحدث خلال إذن المراحل القادمة. لقد حان الوقت اليوم أو لإفريقيا لوضع جدول أعمالها الخاص بالبحوث الصحية والتنمية وتعبئة الموارد المحلية لتمويل البحوث وتولي قيادة أكبر في الدراسات البحثية التي تلبي احتياجات إذن المواطنين في إفريقيا. ماذا عن التكنولوجيا؟ التكنولوجيا هي عامل تمكين هائل لنتائج صحية إيجابية، ولكن لكي يساعد هذا في تعزيز النظم الصحية في القارة تحتاج البلدان الإفريقية إلى تعاون أعمق وأكثر جدوى بين قطاع التكنولوجيا والعاملين في مجال الصحة وصانعي السياسات والمجتمعات. هذه من أبرز النقاط التي تم التطرق عليها أو إليها. يبقى إذن هذا مع نهاية المؤتمر، هناك اجتماعات إذن صارت بالتوازي، لم يعلن إذن عن النقاط النقاش، ولكن نلتقي سنة 2025 لنحاول أن نعرف هل تم تطبيق هذه النقاط أو لا.